نونيا، انا هسألك أسئلة كتيرة قوي. احنا هنطلع دلوقتي من الاستوديو، ولكن انا قلت لك هديكي فرصة تفكري فيها في الشخصيات اللي هتقلديها لنا النهاردة. بس قبل كده تحكي لي ايه حكاية يوم ما قلدتي الفنانة الكبيرة المطربة نجاة؟ نجاة هي، انا بعتبر نجاة الوحيده اللي زعلت مني لما انا قلدتها. هي طبعا عندها حق تزعل مني، بس الموضوع مش مقصود. اللي حصل اني انا كنت زمان يعني وانا صغيره، ولما كنت بقلد الفنانين كنت في سينما قصر النيل، كان في حفله كبيره مذاعه على الهواء، ففقرتي كانت بدري، فدخلت وقلدت كل الفنانين السكتش بتاعي كله، وكان بين اللي انا بقلدهم نجاة. فطبعا قلدتها فانا بستناك، وبعد كده انا ما اعرفش ان نجاة بالذات في الحفله دي طلعت هي بدري، مش ذنبي. اول ما طلعت والستاره اتفتحت والناس شافتها، اول ما وقفت كده راحوا ضاحكين. اول ما بصت موسيقيين كده بالطريقه بتاعتها افتكروني فضحكوا. المزيكا عزفت انا بستناك، الغنوه اللي انا قلدتها فيها. فطبعا مجرد ما ابتدت تقول نوني عزفت، وبعدين لما جيتي بقى تقولي انا بستناك حصل ايه؟ لا انا طبعا خلاص قلدتها ومشيت، روحت بقى كان عندي حفله تانية. وبعدين طلعت طبعا نجاة، مجرد ما المزيكا عزفت انا بستناك، الناس ابتدت تضحك، بس يعني ماسكه نفسها. فهي لما جت في الحته اللي بتقول فيها يا اجمل ليله في عمري حبيبي جاي، يا الناس طبعا ضحك. فطبعا الوصله بتاعت نجاة بقت بدل ما هي تبقى بطرب بقت كوميدي، فطبعا هي اتضايقت. بلغني انا بقى بعد كده وانها اتضايقت وزعلت، صالحتها وقلت لها طمني مش هقلدك تاني. وما قلدتهاش، اديتها اجازه. مين اول واحد قلدتي؟ اول شخصيه وانا طفله عبد المطلب. عبد المطلب كانت اغنيه ايه؟ يا حاسدين الناس مالكم ومال الناس. وانت بتصدقي في الحسد؟ لا ما بؤمنش بيه ابدا، حتى ما عنديش حاجه زرقاء حطها في، يعني كنت طفله معجزه وعمري ما حطيت حد حط لي خرزه زرقاء ولا الحاجات دي. طب دي ثقه بالنفس جميله، انت كانسانه عندك ثقه بنفسك؟ انا بتاعت ربنا، يعني بقول يا رب وما بفكرش في حاجات زي كده، مع ان ده شيء مذكور في القران طبعا، بس طب. يعني مين بقى اللي ما قلتهوش خالص يا نوني؟ ام كلثوم. ليه؟ انا حسيت انها هي اكبر من اني انا قلدها. ما قلدتهاش، قلدتها مره واحده بس بناء على رغبتها، وهي رغبتها هي ايوه كان في حفله خاصه وهي كانت موجوده معزومه في الحفله دي، وانا ابتديت اقلد الفنانين، فقامت ودتني منديلها وقالت لي انا عايزه اشوفك وانت بتقلديني. طبعا ارتبكت وعرقت وبصيت للفرقه الموسيقيه بقيت مش عارفه اعمل ايه، لكن قالت لي يلا قلديني، فقلدتها هي المره وبعدين ما قلدتهاش بعد كده. ومين اخر حد قلدتيه؟ مين وبينك كده يعني؟ نبيلة عبيد. بولا بولا حبيبتنا كلنا. انا قلدتها بيني وبين نفسي. يعني مش قدام الناس ولا يعني كنت بهزر كده. بولبولة شخصية جميلة، بس يعني مش هتزعل مننا دلوقتي لو قلنا لك قلدتيها؟ لا ده لو تعرفي قلدي لنا حلاوتها يعني. لو تعرفي انا ما قلدتهاش قصدي ان انا اقلدها. كان في برنامج معمول عنها، عن يعني زي مذكراتها. ايوه. فاستضافوني علشان اقول ارائي وكده في نبيل عبيد، فرحت انا ايه مش عارفه ان الكاميرا شغاله او أيوه. يمكن الاستاذ خيري بشاره مخرج الحلقات يعني ادى اشاره لقيت اتارين بيصوروني. فبيهزر معايا كده بيقول لي طب ونبيله عملت ازاي اخر مره لما شفتيها؟ فانا قلت فطبعا انا عايزه اقول لك ان نبيله بتعتز جدا بضحكتها الجميله دي، لانها ضحكه مميزه فعلا، واللي بصتها ولما تخش في حته
وحاجات كده. فطبعا اتاري الكاميرا كانت شغاله وهيبقى في البرنامج اللي عليها. لا اترجيت طبعا المخرج، قلت له من فضلك بلاش. قال لي مين دي؟ هي دي اللي انا هحطها. فطبعا مش عارفه بقى هيحطها ولا لا. لا ان شاء الله يحطها، لان هي دي فعلا من ميزات نبيله جميله، ضحكتها المميزه جدا.